تبغى نجيب جاك سيات بعدين شوي عمرك يسحب بدره عزيز. طيب تراك تراك صابري يمكن هذا ما يسقي طاير عب ايه ترى احنا عندنا نظام طال عمرك صبري بشويش شويه ما على الخشب الله يسعدك لانه والله ما نعيبك انا بجيب كفو ورجع اذا عبيت انا بجيب مني بشتري مني تدري انا شريف قاع قلبي تدري شريف قاع قلبي ابو محمد دام طاري سياراته هذه انا ما يفقع قلبي طال عمرك للرجال طال عمرك اول ما يتوظف راتبه 8000 عرفت عند ربك 8000 احمد ربك اي احمد الله يا احمد الله بس ايش يسوي الحين المجتمع عندنا ايش يسوون خاصة الشباب العيال سكل بسيارة طال عمرك ب 270000 250000 كم قصدها؟ قصدها 2800 و2500 اقل شيء حلو شوية طال عمرك سكل بقبض شوية طال عمرك اللي هو بكم؟ حدود 4000 ريال اقساط كلها طيب راتبك لا وش يسوي؟ يروح تويتر الراتب ما يكفي عيشة ويسوي لي قروشة انا ما اقدر اعيش طيب يا ابن الحلال اقسم بالله لو معي 6000 اتوقع انها تعيشني شهري. شوف شوف احنا ما لا 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 في نقطة ما نبي ندخل الموضوع ذي تكفى يا نواف لا لا بدخل صحيح. لا بدخل انا مقصدي في حاجة تدري ايش هي؟ اللي هو التصريف الصرف فكر كيف تصرف راتبك فين تحط مدخولك؟ وين تحط ادخارك؟ وين تحط ترى ذي اقسم بجلال الله تحط كل شيء طال عمرك انا تراني ما اعرف قبل السالفة اني راح اجيب العيد الحين ادخل معي والله اختص رجل تدري نظرة هذه فالتصريف طال عمرك لابد في امور الراتب اقسم بالله اني اتكلم انا صادق يا ولد يا اخي ليش الواحد طال عمرك بدل ما يشتري له سياره قسطها 3800 ما يشتري له سياره طال عمرك مرحبا مرحبا قسطها اقل شيء اذا مره 1000 في تبذير يا ريان في ناس عند يحبون التبذير يا اخي انا احب التبذير انا العزيز احب بدر في خشمك ان شاء الله صح ولا غلط فلوسك إيه؟ بس ربي يعطى شهر 6000 ريال تروح تحطها في قسط 3000 4000 يقطع انا شخص سيء في اداره المال يا سلام خلني بقول لك عد الذي عجبتني كم سعرها 5500 انا كم اللي معي 6000 6 خذها والله لا خذها انت صادق انا شخص ما اعرف ادير المال انت شخص راح تفشل في حياتك الماليه خلني افشل وانا مستانس تفشل افشل وكل شيء طيب بكره تبغى اخوه يكون ذي جزمه